بسم الله الرحمن الرحيم. آخر إشي توقفنا عنده المرة الماضية إنه UFT معادلة الطاقة النوعية بتساوي U0 زائد CV في T ناقص T0، أي أن الطاقة الداخلية لغاز مثالي فقط تعتمد على درجة الحرارة، تعتمد الطاقة الداخلية النوعية على درجة الحرارة فقط ولا تعتمد على الحجم، حيث سمينا اللي هو خلينا نحكي اعتماد دي يو على دي في طلع معنا بيساوي صفر عند ثبوت درجة الحرارة، لأنه يو هو function of تي اند في، فهو فقط يعتمد على التي فقط ولا يعتمد على الفي، لأنه استخرجنا المرة الماضية ان دي يو على دي تي بثبات الدي يو على دي في بثبات التي بيساوي صفر. اليوم بدنا ناخذ يعني تجربة ثانية اسمها تجربة جول ثومسون. احنا ما بهمنا بالتحديد خلينا نحكي شكل التجربة بقدر ما بهمنا النتائج اللي بنحصل عليها من هذه التجربة، ولكن نشرح عنها بشكل بسيط اللي هي تجربة جول ثومسون. عندي تجربة جول وثومسون، في عندي غاز بيدخل في خلينا نحكي بيدخل في مسار أفقي، هذا الغاز بيكون ضغطه عنطر بيكون ضغطه P1، ضغط الغاز P1 ودرجة حرارته T1. فلما يعبر حاجز عبر حاجز مسامي يعني يستطيع أن يخترقه الغاز، بعدها طبعا لما يخترق الغاز بقل ضغطه، هذا الغاز يصبح على ضغط أقل اللي هو P2، وطبعا درجة حرارته لا ما بتقل، بتعتمد يعني درجة حرارته ما بتقل، اللي بقل فقط ضغطه، لكن درجة حرارته بدها تنقاس لأنه في ميزان حرارة قبل وبعد، عشان هيك هي تجربة لقياس درجة الحرارة. الضغط بيقدر بنقدر نقيسه لأنه بنستخدم اللي هو شافت، الشافت اللي هو خلينا نحكي زي المكبس اللي هو كنا نسميه البيستون، كان يكبس عمودي إلى الأسفل، هذا الشافت بيكبس أفقي نحو اليمين. فبيكون في عندي نطلع على الجهاز، لاحظوا هذا زي ما حكيت لكم الشافت بيكون جاي من أقصى اليسار اللي هو بيكون سرعة هذا الغاز اللي هو V1، بتكون درجة حرارته T1، خلينا نحكي البريشر تبعه P1. عندما يعبر هذا الحاجز المسامي يصبح ضغطه أقل وهو P2 ودرجة حرارته تقاس وسرعته. هسا في عندي لا يوجد سريان حراري عبر الجدار في هذا لأنه معزول، إذا تدفق الحرارة عبر هذا الجدار، لاحظوا هذا الخط المائل هذا اللي بيحيط بهذه التجربة عازل حراري، فلا يوجد أي تسرب لدرجة الحرارة. هسا لما نحصل خلينا نحكي بعد زمن نحصل على إشي اسمه ستيدي ستيت، يعني لا تتغير خلينا نحكي يصبح سريان السائل بشكل لا تتغير فيه سرعة السائل V1 و V2 الشيء الكثير عند مروره عبر هذا الحاجز. فخلينا نشوف، هاي طبعا اسمه سريان مائع مستقر، في شابتر 3 الكتاب العربي ما مر عن هذا السكشن، الكتاب الانجليزي موجود فيه اللي هو معادلة السائل، معادلة سريان مائع مستقر. طبعا المعادلة هي المعادلة 44 حيث الانثالبي داخل في هذه المعادلة، معادلة هذا السريان، هاي معادلة نوعية، لذلك كل الكميات المستخدمة هنا هي كميات نوعية. لاحظوا خلينا نفهم المعادلة 44، المعادلة 44 H2 هو الانثالبي النوعي، H2 اللي هو بعد عبور الغاز من الطرف الآخر، هاي نص V2 تربيع اللي هي السرعة طاقة الحركة النوعية لما نقسمها على الكتلة، لأنه طاقة الحركة نص M V2 تربيع بس هي طاقة الحركة النوعية يعني مقسومة على M، هاي G Z2 اللي هي طاقة الوضع النوعية بعد ما نقسمها على الآن. فلاحظوا هاي يعني الكمية هاي اللي على اليسار ناقص الكمية الابتدائية اللي هي على اليمين، هاي معادلة اسمها معادلة Steady State Equation أو Energy of Steady State Equation، هاي يعني اللي هي مأخوذ حكيت لكم موجودة في الكتاب الإنجليزي اللي هي المعادلة 338، بس احنا ما مش موجودة عندنا هنا في الكتاب. فهاي بتساوي الكيو ناقص الدبليو شافت اللي هو شغل الشافت. هسا
خلينا نحكي الشغل الذي يبذله المائع اللي هو W شافت يساوي صفرا في حالة الستيدي ستيت، يعني لأنه خلص انت بتدز هذا السائل وخلص ببطل يبذل شغل، يعني ببطل في تغير خلينا نحكي، او ببطل في عندي قوة لهذا الشافت لأنه صار في حالة الستيدي ستيت. فالمهم المعادلة 44 الطرف الأيمن منها كله بيساوي زيرو، الكيو ما في سريان في الحرارة ولا في كمان لسريان حراري ولا في شغل، والارتفاع نفسه لأنه احنا أفقيا بنتحرك زد 1 تساوي زد 2، والسرعات كمان الفروق بينها صغيرة، لذلك المحصلة انه اتش 1 بتساوي اتش 2. اذا احنا في حالة اسمها حالة انثلبي الابتدائية تساوي الانثلبي النهائية، اي ان العملية في هذه الظروف تحدث تحت انثلبي ثابت. يعني كيف احنا اشي اسمه تحت خلينا نحكي اليو الانترنال انرجي ثابتة، هنا الظروف هاي بتعمل الانثلبي ثابتة. بدنا نشوف شو بدنا نستفيد منها. في عندي معامل اسمه معامل جول ثومسون، زي ما اخذنا المعامل اللي قبله معامل جول اللي عرفناه اللي هو دي تي باي دي في، اتذكروا معاي دي تي تغير درجة الحرارة مع تغير الحجم بثبوت الانترنال انرجي. هسا هون بدنا نحسب معامل جول ثومسون. هسا بنشوف في عندي راح ناخذ قراءات اللي هي درجة الحرارة الابتدائية والبريشر، بعدين بناخذ بريشر ثاني بي 2 بي 3 قيم متعددة، وتي 2 وتي 3 قيم مختلفة لدرجات الحرارة والضغوط، بحيث انه الانثلبي يكون ثابت. فيعني خلينا نحكي بشكل عام معطينا انه اتش الفا وبي الفا وتي الفا هي يعني الانثلبي للايزو انثلبي مثلا ثابت في سطح الاتش بي تي. لاحظوا هذا سطح الاتش بي تي، اي ان الانثلبي اتش يعتمد على البريشر والتمبريشر. فلاحظوا في هذا المنحنى لا يمثل العملية التي يخضع لها الغاز عبر الحاجز عملية غير شبه ساكنة non quasi static process، وليست سلسلة من عمليات الاتزان. يجب قياس الضغط في نقطة بعيدة عن اللي هو اللي خلينا نحكي عن الحاجز اللي موجود بالنص اللي هو الحاجز المسامي، حتى يكون في عندي انتظام في اخذ القياس درجة الحرارة او الضغط. فاحنا المحصلة يعني احنا ما بدنا نشرح عن طبيعة في عندي كل زوج من التي 1 والبي 1 بشكله خلينا نحكي منحنى. هذا المنحنى له قيمة زي ما هسه راح نشوفه المنحنى، فهو يعني لما نيجي نرسم تي مع بي، خليني اورجيكم الرسمة اللي هاي هنا. المنحنى هو الشكل اللي على اليمين، منحنى تي مع بي. لاحظوا احنا بدينا هون بي 1 تي 1 اللي هي اول على يمين المنحنى، ثم بدأ الضغط خلينا نحكي بالنقصان، والتمبريتشر زادت، ثم بي 3 اقل من تي 3. كل هذا تابع هذا المنحنى كامل لانثلبي واحد، عند نفس الانثلبي عند التحكم خلينا نحكي في البريشر واخذ قراءات كاملة. فلاحظوا الرسمة اللي على اليسار هاي التمبريتشر مع البريشر لعدة انثلبيات، اللي هي عدد الخطوط عندي 1 2 3 4 5، يعني 5 انثلبيات اتاخذت على الخط. كل انثلبي له قيمة عظمى. لاحظوا القيمة العظمى اللي للانثلبي الاول عند النقطة هاي اذا السهم مشار اللي هو اول منحنى، القيمة العظمى الثاني اللي هي النقطة بي، القيمة العظمى الثالثة في المنحنى الثالث اتجهت نحو اليسار، والقيمة العظمى في المنحنى الرابع اتجهت نحو اليسار. فهذا المنحنى اللي بيصل ما بين القيم العظمى بنسميه الانفيرجن كيرف. بنرجع حتى نعرف اللي هي معامل جول ثومسون، بنعرفه انه تغير الحرارة تغير دي تي على دي بي بثبات الانثلبي. فاحنا بنروح على هذا منحنى التمبريتشر مع البريشر عند ثبات الانثلبي، وبناخذ الميل المماس
ومنشوف الميل الماماس قديش بيساوي، لانه يمثل هاي قيمة الميو. الميو هي عبارة عن اللي هي معامل جول ثومسون اللي هي